هذه محافظة العلا، تبعد عن المدينة المنورة 300 كيلو وتابعة للمدينة المنورة، وفيها مدائن صالح. العلا بسم الله. احنا الان في العلا، هذه مقابر الاسود. سبحان الله، شوف شلون المقابر كانت. الحين ننطلق الى مقابر الاسود. هذه درجات ما شاء الله متعبة. شوفوا المناظر، شوفوا عن قوم ثمود نبي الله صالح، قومه كانوا يحفرون ينحتون الجبال، وهذه مقابرهم. هذا قبر وهذا قبر. طبعا حضارة قوم نبي الله صالح تقريبا من السنة الأولى للميلاد إلى 75 للميلاد. حفرة عبارة عن قبر، وهكذا كانوا يدفنون. هذه القبور منحوتة في الجبال، وهذه مقبرة الأسود نسبة إلى الأسود المنحوتة في الجبال. النزول أصعب من الصعود على الركب، فنزول شوية صعب. والصخرة هذه انفلقت، تدحرجت من فوق، وشوف القبر شلون صار بهالطريقة، شيء عظيم، سبحان الله العظيم. منتزه العلا جميل جدا، وبالذات في المساء جميل جدا، ما شاء الله. الآن ندخلها، هذه الغرفة الخيمة، ما شاء الله مرتبة وفيها أشياء كاملة، ما شاء الله تبارك الله، مميزة. منتزه العلا على شكل خيام، جميلة ومميزة ورائعة. شوف الصخور سبحان الله كيف منحوتة، بالذات في المساء تكون جميلة للغاية. هذه الصخور تكوينات، شيء سبحان الخلاق. شو اسمك يا ولدي؟ ها؟ شاهر. شنو؟ شاهر. شاهر، والنعم يا شاهر، ما شاء الله. لاند كروزر، ها؟ الله يوفقك. هذا القصر الفريد، وهذا عبارة عن فريد. عبارة عن قبر نبطي قديم. قبر نبطي قديم بالنسبة إلى حضارة الأنباط. يسمى بالمذبح، مذبح او الديوان يعني، هو اسمه. سكه القطار، قطار العثماني، بني عام 1901 وانتهى عام 1908، وتم تخريبه فيما بعد تقريبا عام 1908. اجزاء جدا جميله من سكه القطار هنا، ومحطات جميله تشير الى ذلك. يوجد عرض مرئي وبقايا القطار السابق هنا. احنا الان ندخل القرية القديمة في العلا، ما شاء الله شيء. هذا المطل من فوق القلعة، قلعة العلا، مطل جميل جدا. هذه المدينة القديمة العلا، سبحان الله شلون سيعاد الإصلاح. مطلات رائعة جدا،
على المدينة الجديدة والمدينة القديمة. ما شاء الله، وقت الفجر والغروب أوقات جميلة جدا هنا. تنتهي هذه الرحلة على خير، رحلة العلا مدائن صالح، وهذا مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، ونراكم بخير إن شاء الله. هنا بشهداء الوطن من محافظة العلا، حقيقة لفتة طيبة، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة